واخيرا واخيرا واخيرا، السلام عليكم بنات، كدير؟ لاباس عليكم؟ بصحتكم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه غنقولها لكم هي باركوا لي، اتعرفوا علاش وكيفاش وكل شيء. دابا نيت، فاول حاجه بغيت نبدا نهضر فيها هي ما كنتش كاع باغا نهضر في هذا الموضوع بصراحه والله، ولكن وصلوني بزاف ديال الميساجات وبزاف ديال الاسئله اللي بحال هكا. فاطمه زهره، واش كنتي انت السبب في الفراق ديال اختك؟ فاطمه زهره، واش انت اللي شجعتي اختك على الزواج؟ المهم بزاف ديال الهضره بحال هكايا. اول حاجه غادي نقولها لكم بعدا، هو الموضوع طويل ولكن انا غادي نختصر لكم كل شيء. بعدا اول حاجه، ماشي الطلاق ماشي هو نهايه العالم، هذه بعدا باش نكونوا واضحين. شوفوا انا على حسب التجربه ديالي وعلى حسب هذا الشيء كامل اللي دوزت في حياتي، والله حتى شي حاجه ما كتستاهل، وحق الله حتى شي حاجه ما كتستاهل. وكيف ما قلت لكم، الحياه كتستمر، واخا يمشي من حياتنا ما عرفش شكون يمشي، الحياه كتستمر. فكنقولوا في الاول يقدر الا مشى هذا الانسان من حياتي، ما عرفش شنو ندير وما عرفش شنو يوقع ليا وما نعرف ما نعرف، ولكن واخا كاع يمشي داك الانسان ما تيوقع لك والو، حيت داك تقدري تدمري داك الايام الاولى ولا، ولكن الحياه كتستمر. تقدري تولي تكملي حياتك، تولي يعني وتعرفي على ناس جداد وبزاف ديال الحاجات. هذه بدا اول حاجه على حسب التجربه ديالي انا، على حسب المهم الناس اللي متبعيني من شحال هادي راه عارف القصه ديالي وداك الشيء كامل. ثاني حاجه، الطلاق ماشي أو اي حاجه وقعت لينا كنطلبوا الطلاق، الزواج كبر من هذا الشيء هذا كامل. يعني الزواج خصو الصبر اول حاجه، بنادم اللي غيتزوج يكون عارف بان كاين مشاكل في الزواج وكاين صعوبات، وماشي الزواج غادي نمشي وغادي نكونوا ديما فرحانين وديما، ضروري من ضروري من نقاشات، ضروري من مشاكل، ولكن الصبر هو اللي كيحل هذا الشيء كامل. ما عدا الا كانت شي حاجه مستعصيه، مشكل مستعصي اللي ما يمكنش يتحل، شي حاجه اللي صعيبه بزاف ما عندهاش حل، صافي كتعيطي تفكري في الحل ما كتلقيش، كتلقاي الطلاق هو الحل، هو الحل الوحيد. هذاك فين هذاك زعما فين كيكون هذاك هو الحل. اما في بزاف ديال الحالات ما الصراحه ما كتكونش كيستاهل انه الطلاق، يعني من الاول هيا كيوقع مشكل صافي ما بقيتش باغا هذا الشيء، صافي نطلقوا، صافي كدا نتفارقوا، هذيك الشيء ما مسلكش نهائيا. الصبر والله الصبر زوين، ولكن انا نقول لكم الحاجه اللي ما يمكنش ليا انا عن نفسي بعدا نصبر فيها، هي الخيانه والضرب. هادو شي حاجه اللي مستحيل، هادو عندي انا شي حاجه واحده اخرى. ولا بنادم اللي ندبز معاك، دابا الراجل اللي ندبز معاك يبدا يحفر لك فين طايحي، ولا يبدا يدير لك في يبدا يدير لك في باش طايحي ولا باش ياديك ولا، هذيك عاوتاني حتى هي خايبه، الغدار حتى هو خايب. اما الا كنتي كدابزي وما ناويش فيك كاع الشر، صافي كيقول دابا نتصالحوا وكذا، فحيتاش كاين هذا النوع كدابزي معاه ولا شي حاجه كيبدا يحفر لك فين طاحي، يبدا يبغي اديك، يبدا يبغي ولو غير يعصبك ولو غير يطيحك في شي مشكل. فكاين هذا النوع الصراحه. فإلا كان ولد الناس وكدابزو كيوقعوا بيناتكم نقاشات وهذا، فما كاينلاش، يعني راه بضروري المشاكل، الحياه كلها مشاكل، الصبر هو اللي كيحل كل شيء. فهذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هي اني جاوبت على الناس اللي كيسولوا على هذا الشيء ديال الطلاق وهذا، المهم جاوبت باختصار وصافي، لحقاش انا ما كيعجبنيش، ما بقاش كيعجبني اصلا ندخل في هذا لي ديطاي هادو، والموضوع راه بعيد بزاف على هذا الشيء، بعيد على الطلاق، بعيد على كل شيء يعني. ولكن هي اللي هاجر اللي تقدر انا توضح لكم وتقدر تقول لكم الا بغات هي، اما انا ما نقدرش اختي وما نقدرش ندخل في هذا الشيء وما نقدرش اصلا نهضر في هذا الشيء نهائيا. انا حياتي الشخصيه وليت مبعداها بزاف، لحقاش عرفت ان هذا الشيء ما مزيانش ليا وغادي اديني هذا الشيء اللي كاين. اما بالنسبه للهاجر اختي تقدر تعاود لكم شي حاجه اللي داك الشيء سطحي وصافي، الا بغات هي وصافي هذا الشيء اللي كاين اختي، وانا جاوبتكم باختصار. اما الموضوع راه كيف ما قلت لكم بعيد على الطلاق وبعيد على كل شيء، انا جاوبت على هذا الموضوع اللي كياخذوه الناس بحساسيه ديال الطلاق وهذا، جاوبت لكم عليه باختصار. حاجه الثالثه اللي خصكم تباركوا لي عليها البنات، صافي سدينا هذا الموضوع هذا، دابا غندخلوا في الفيديو ديالنا نيشان. الحاجه اللي خصكم تباركوا لي فيها هي اني الحمد لله واخيرا 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 هو غادي نزعم باش نبدا نسوق. واو عرفتوا غتجيكم فيزا غير البنات، ولكن بنات وحده اخرى غتجيهم عادي، لحقاش انا خوافه وحق الله البنات تخوافه، عرفتوا شحال كنخاف، راه ما يمكنش، راه شحال هادي ومرتبني وديري وفعلي وصوقي وعادي وعادي والو، عرفتوا خوافه لاقصى درجه والله العظيم. كاين البنات اللي بحال هكا يقولوا لي في لي كومونتير، البنات اللي خوافات نقول لي في لي كومونتير، دابا نبقى نحفزكم، دابا نبقى نهز الطوموبيل ديال المراد مره ونحفزكم باش صافي نتعلموا كاملين. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يسوقوا نتعلموا كاملين. وصافي البنات دابا ان شاء الله غتوجدوا معايا لواحد العرس اللي شحال هادي وانا كنتسناه، واحد العرس اللي وحق الله شحال هادي وانا كنتسناه ديال صاحب مراد ومرت صاحب مراد. هاد اللي غيتزوج بها صاحب مراد هي صاحبتي انا
صراحة عزيزة لي الله يكمل عليهم بالخير. واليوم غادي ندير معكم بزاف ديال الحاجات. أول حاجة غادي نصبغ شعري، ثاني حاجة غادي نتهلا في وجهي وداك الشيء كامل. المهم انتم معايا باش تشوفوا لي الفيديو من الأول حتى الآخر. سمحوا لي طولت عليكم في المقدمة، والله ما كنت باغية، غير راكم عارفين تجاوبت على داك الموضوع لحقاش كي شي حاجة تكون ضراني خصني نجاوب عليها. ناني شحال ديال الهضرة، يلاه ندوزو الفيديو. وحاجة أخرى نقولها لكم البنات، بالنسبة لداك الموضوع الأول ديال الطلاق وهذا، هو الكوبل انفو كيدخل السوشيال ميديا كيبداو المشاكل وداك الشيء، والله عن تجربة. المهم خلينا من هذا الشيء كامل، دابا غنبدا معكم شنو غادي ندير لوجهي. اول حاجه اللي غادي ندير هي الكوماج، وغنقومي وجهي مزيان. غادي نحتاج في هذا الكوماج هذا القهوه والسكر وزيت الزيتون ولا زيت الكوك ولا اي زيت عندك، ولا ماشي اي زيت عندك، زيت الزيتون ولا زيت الكوك، هذا هو اللي تقدري ديري. صافي غادي نخلط المكونات كاملين البنات، راكم شفتوا درت السكر درت القهوه وخويت عليهم زيت الزيتون، انا ديما تنديرو بزيت الزيتون. صافي وغادي وليت عاوتاني حطيته في واحد الزلافه اللي كبيره فين نقدر ناخذ راحتي. صافي وغادي نبدا نقومي وجهي بهذه الطريقه هذه. غتبداو تقومي وجهكم، غادي تركزوا على البلايص اللي كيكون فيهم بحال الزيت بحال سميتو بحال بين الحجبان تحت الفم، تما تركزوا عليهم مزيان وتبداو تقوميوهم مزيان، وغير بشويه ماشي تفورسيو على وجهكم. صافي هنايا قوميت وجهي وقومي حتى الفم ديالي. شوفوا هنا من بعد الصراحه راه غير تعتنيو براسكم غير شويه ولا يصيبان الضو حق الله. صافي البنات من بعدها غادي نمسح وجهي وغادي نمشي باش غنوجد الماسك الثاني اللي غادي نحيدو به لي بوان نوار وغادي نحيدو به الشعر من الوجه وداك الشيء. المهم اول حاجه غادي نديرها من بعد ما درت الكوماج ديالي راكم شفتوا، دابا غادي نمشي غادي نشد واحد الكاسرونه غادي ندير فيها الورد اولا الخزامه اولا الزعتر، المهم اي حاجه كانت عندكم من هاد الثلاثه هادو، وغادي تخويو عليها الماء، غتخليوها تصبغ شويه مزيان حتى تبدا تطلع داك البواخ. صافي وغادي دير واحد الفوطه وغادي تعرضوا وجهكم لداك البواخ باش تحلوا المسام. من بعد غادي ندوزوا الماسك باش غادي نصايبوه، غادي نحتاجوا فيه حبه ديال الخيزو وحبه ديال البطاطا، غادي نقيوهم. من بعد ما غادي نقيو ديك الخيزويه وديك الحبه ديال البطاطا، من بعد ما نقيت البطاطا وديك الحبه ديال الخيزو حكيتهم بحال هكا في الحكاكه، وغادي ناخذ غير الماء ديالهم هو اللي غادي نحتاج. غادي نعصرهم يا بيدي يا بالصفاي، المهم انا كنفضل الصراحه نعصرهم غير بيدي لحقاش كيتعصروا مزيان وكيعطيو الماء اكثر. صافي من بعد ما صفيتهم درتهم في هذه الزلافه هذه، وانا غنقول لكم بالنسبه اللي ما بغاتش دير بطاطا ولا ما بغاتش دير خيزو ولا شي حاجه، غنقول لكم البديل شنو ديروا في بلاصتو. صافي هنايا من بعد ما صفيت هذاك الماء ديال الخيزو والماء ديال البطاطا، زدت عليهم معلقه ديال الجيلاتين، راه وريتكم داك الجيلاتين كيتباع في ديك الطويصات الصغار. ومن بعد منها خلطتها مزيان ودرتها في كاسرونه، ملي كديروها في كاسرونه تردوها فوق البوطه مهيله حي غير الجهد اللي يدوب لكم داك الجيلاتين وصافي. صافي من بعد منها البنات غادي نبدا نطبقها على وجهي. المهم قبل ما نطبقها على وجهي خليتها تبرد واحد شويه باش ما تحرقنيش في وجهي. صافي بديت كندير بحال هكا الماسك. المهم بالنسبه اللي ما كديرش البطاطا ولا ما بغاتش دير، المهم اللي تدرها النشا وداك الشيء في وجهها لحقاش البطاطا فيها النشا وداك الشيء، غادي تعوضيها بالباربه. عرفتوا صال باربار واعره، انا ما تصابتش عندي في الدار. غادي ديري في بلاصتك داك الماء ديال البطاطا وداك الماء ديال الخيزو، غادي ديري في بلاصه الماء ديال الباربه، غادي تشدي الباربه تحكيها، غادي تاخدي داك الماء ديالها تزيدي ليها الجيلاتين وغديريها بنفس الطريقه اللي درت انا، غير انت بلاصه هذاك خيزو هذا ديري الباربه. صافي راه واعره الصراحه. دابا البنات درت الطبقه الاولى درتها رقيقه شويه باش يلا ندير من موراها الطبقه الثانيه، باش منين نجيو نحيدو الماسك ما يضرناش بزاف ويحيد لينا لي بوان نوار والشعر وكل شيء. داكشي علاش قلت لكم من الاول ديال الفيديو تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المراحل كيفاش ديروا تحيدوا لي بوان نوار والشعر وكل شيء. يعني هذا الماسك حتى هو فيه اسرار، يعني باش ماشي ديري طبقه وحده وتحيديها، ديك الطبقه كتكون رقيقه ما غاديش تحيد لك كل شيء، ولا كتكون غليظه ما كتيبش مزيان وما ما كتحيد لك والو، يعني كيبقى لك الشعر وكل شيء ما تتقديش فيك نهائيا. هذا الشيء علاش بزاف ديال الناس ما كيصدقش معهم هذا الماسك. المهم انا خليته دابا في وجهي، دابا راه قربت نشف الطبقه الاولى، ها انتم كتشوفوا ما كنديرش تحت من عينيا، ما كنديرش حدا البلايص حدا بحال هكا الحجبان ولا الشعر ولا ما كنديرش حداهم، حدا حجباني راني باعد شويه للفوق، وحتى لقصتو شويه تقدروا ديك الساعه تحيدوها بشي خرقه اللي تكون فازقه في ديك الساعه. ني بحال دابا انت كديري الماسك قصتي حجبانك ولا شي حاجه، ديك الساعه تكون حداك خريقه فازقه واحد شويه، ديك الساعه حيدي من حدا حجبانك ولا شعرك داكشي اللي قصتي. فصافي كما قلت لكم ما كنديرش تحت من في حدا عينيا، تحت من عينيا ما كنديرش، كندير غير راكم شفتوا في قبيله ورديتكم في الفيديو، كديريه في الحنيكه ديالك هذيك البلايص اللي كيكون فيهم لي بوانوار نيت، هاد الليصه هادي حدا النيف، هادوك كيكونوا عامرين حتى هنايا في الجبهه في هاد البليصه هادي. المهم هادوك كاملين كيكونوا عامرين هنايا في هاد البليصه، كاين اللي كتكون عندها الشعر، حنا حتى انا عندي الشعر صراحه ولكن عندي رقيق، ولكن دغيا الصراحه تيحيد.
فهاد البلاصه هادي هي كيكون فيها الشعر وداك الشيء. المهم بلايص كامل اللي كتشوفوا فيهم الشعر و لي بوان واغ وداك الشيء حيدو صافي البنات. المهم انا غنتسنى هادي تنشف وغادي نعاود من موراها طبقه واحده اخرى اللي هي تكون ماشي غليظه بزاف تكون عاديه باش يلاه يعطيوني طبقه هي هذيك. المهم انتم معايا وتشوفوا كاع المراحل وغتشوفوا حتى فاش غادي نحيدو. يلاه خليكم معايا صافي. من بعد ما نشفت لي الطبقه الاولى غادي نولي ندير الطبقه الثانيه عاوتاني وغادي نحاول ندير واحد في الاخر زعما تجيني واحد الطبقه اللي ما غليظه بزاف ما رقيقه بزاف يعني منين نجيو نحيدوها تحيد لينا بكل سهوله وما تعذبناش. صافي بديت بحال هكا هي كنقاد في وجهي وصراحه هذا الماسك البنات راه تيحيد لك لي بوان نوار تيحيد لك الزغب داك الرقيق عرفتو كتحسي بوجهك منين كتحيديه كتحسي بوجهك نقي 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 بزاف. شوفوا غير بعد شويه تقدروا تهلاو في وجهكم. مازال شوفوا بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على ليطاش ديال الحبوب وعلى الحبوب على كيفاش تصفي وجهك الكلاف داك الشيء كامل غادي نقول لكم كل شيء شنو ديروا باش وجهكم يولي مرايه. ولكن بالنسبه لهذا الروتين هذا تقدروا ديروه غير من 15 يوم 15 يوم جوج مرات في الشهر بارك باش الوجه ما كيوليش مرهل وداك الشيء. صافي هنايا غادي نخلي الطبقه الثانيه تنشف وصافي غادي نبدا نحيدها بحال هكايا. شوفوا راه هنايا مشاو ليا اللقطات فاش حيدت كنحيد النص ديال الوجه هو الاول وكعاد كنولي نحيد الاخر عرفتوا مشات ليا ديك اللقطات والله الا تفقص. ولكن راه مهم بعدا وريتكم شي حاجه شوفوا النتيجه راه ما يمكنش شحال زوينه البنات. شوفوا الوجه شحال نقي واو بزاف. دابا البنات غادي ندوزو للشعر شوفوا هنا شعري كيفاش كان. انا كنت يلاه كيفقت صايد يبان لكم في الشكل كنت يلاه كيفقت. من بعد البنات غادي نصبغ شعري طبيعيا حتى هذاك اللون مابقاش عاجبني نهائيا. ولكن ما غاديش نعطيكم الوصفه في هذا الفيديو البنات لحقاش فيها واحد المكون بالضبط كاينش قال لك كينشف الشعر وانا جربته على شعري حتى غادي نشوف واش ما كاينش اضرار واش ما كيطيح لا شعر لا والو. عاد ديك الساعه نقدر نعطيكم الوصفه لحقاش ما كنقدرش نعطي البنات شي حاجه اللي تقدر تضرهم واللي انا ما متاكداش منها بصراحه والله. فانا اللي طاح لي شعري ولا شي حاجه راه كنعالجو ولكن نتوما ما نقدرش نعطي شي حاجه للبنات اللي تقدر تضر ليهم شعرهم. ولكن اللون البنات راه واعر واعر بزاف حمقني. وبيدات كنتمنى يكون عجبكم الفيديو تكونوا استفدتوا منه وانا متاكده الا درتوا داك الماسك غادي يعجبكم وجهكم بزاف. وبالنسبه للبشره الحساسه ما يديش يلق لكم. وبالنسبه للبشره الحساسه بزاف ديال الماسك اللي ما كي بزاف ديال الماسك اللي ما كيليقش ليهم. فالا درتوا هذا الماسك البشره اللي حساسه بزاف الا داروا هذا الماسك هذا يقدر يهيج لهم البشره ديالهم وداك الشيء فبلاش. بالنسبه للبشره العاديه وهذا بحالي فراه عادي زعما واخا ديروا عادي. فالمهم البنات اللي بغيت نقول لكم هو الصراحه انا فرحانه 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 بزاف بزاف والله. واخيرا 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 غادي نبدا نسوق الحمد لله. صافي غادي نزعم دابا صافي لحقاش واخا زعما مراد الطوموبيل وداك الشيء ولكن ما كنزعمش واخا وقتي هي معايا تقول لي راه السوق راه خصك تزعمي راه خصك هادي خصك هادي ولكن والو داك الخوف كيغلب عليا وخصوصا الا زعما كنكون غادا معاه في الطريق وهذا تنقول وانا كنكون صايقه ويدوزو حدايا الطوموبيلات بحال هكا يضبلوني ويديروا لي تبقى نسخير راسي راه انا اللي صايقه وحق الله ما عرفتش واش كاين انا اللي بوحدي تنخاف حتى للدرجه ولا كاين البنات بحالي والله الا البنات. ولكن دابا الحمد لله صافي راه غادي نزعم وغنبدا ندير معكم فيديوهات ملي نكون غادي نسوق وداكشي ندير معكم فيديوهات باش تبقاو نتوما تشجعوا وحتى البنات اللي ما تيعرفوا والو في السوق وداكشي نتوما بعدا تشجعوا وتستافدوا حقاش كاين بزاف ديال البنات اللي كيعجبهم بحال هاد الفيديوهات هادو وصراحه مفيدين والله. حتى انا كنت كنتفرج بحال هاد الفيديوهات وتعلمت منهم بزاف ديال الحاجات والله. فغادي نبدا ندير معكم بحال هاد الفيديوهات هادو باش نتعلموا كاملين وخا صراحه تنقول لكم غادي ندير معكم غادي ندير معكم هاد الفيديو غادي ندير معكم هاد الفيديو والو غادي ندير معكم والو تنغبر ما كنوليش نرجع ولكن انا بلاصه هاد المره ان شاء الله ان شاء الله غادي الله يكمل بالخير غادي ندير لحقاش عندي بزاف ديال الفيديوهات ابار سوغان وداكشي عندي بزاف ديال الفيديوهات زوينين واعرين ومازال الصراحه ما كتاب نحطهم لحقاش هاد الايام هادي اللي فاتوا شدوني بزاف ديال الحاجات بزاف ديال المشاغل بزاف من هكا لهكا من هكا لهكا فصافي ما كيبقاش ليا ماشي ما كيبقاش ليا الوقت ولكن ما عرفتش شنو غادي نقول لكم الصراحه. هو الوقت كيكون عندي بعض المره ولكن ما نقولش لكم الحماس ما عنديش ولا والله ما عرفت علاش ما عرفتش علاش وليت كنغبر بزاف والله العظيم. فصافي البنات المهم صراحه نهضر معكم بعفويه وانا ملي تنكون فرحانه صافي راكم عارفيني انا ملي كنكون فرحانه تنبقاي تنضحك والله البنات خصوصا هاد العرس هذا كنت كنتسناه من شحال هادي وانا كنتسناه لحقاش هاد الناس هادو عزاز عليا الصراحه ظريفين
من اطيب خلق الله، وان شاء الله يدوز ان شاء الله كل شيء الى خير وبخير، الله يكمل عليهم بالخير يا ربي امين. ودابا خصني نمشي نشوف البيسا، خصني نمشي نشوف بزاف ديال الحاجات اللي باقي ناقصيني، وخا انا صراحه في الدار اصلا كنسلك راسي، يعني ندير شي نصبغ راسي في الدار بوصفة الطبيعيين، ان كيعجبني داكشي الطبيعي بزاف، والله تنميل داكشي الطبيعي اكثر، ونقدر ننقي وجهي غير في الدار، وصفة طبيعية غير في الدار، نقدر ندير اي حاجة في الدار بشي حاجة لي طبيعية لراسي زعما. اما بالنسبة زعما نمشي ونمشي للصالونات هذا صراحة قليل قليل بزاف، قليل في كنمشي. فصافي البنات، المهم ما عرفتش شنو كنت غادي نقول لكم، ما عرفتش فاش كنت كنهضر معكم، قبيله كنت كنمونطي الفيديو، وكنت قلت لكم واحد النقطه هي في الاول، وبالنسبه لليكوب فاش كيدخلوا للسوشيال ميديا وداك الشيء، المهم انا نهضر بعدا على راسي، تيقوى واحد شويه المشاكل صراحه. انا نهضر على تجربتي الشخصيه في الزواج السوشيال ميديا وداك الشيء. الصراحه شوفوا، فاش المشكل تيكون بينك وبين راجلك تيتحل دغيا، ولكن ان فوا تيخرج وهذا تيولي صعيب باش يتحل، وصعيب باش المهم تيولي فيها، وضروري كيولي عندك بحال الناس كيبقاو يسولوك مالكي هذا، تتجاوبي والسؤال كيديك السؤال، هضره ديك الهضره كتلقاي راسك قلتي بزاف ديال الحاجات اللي ما خصهمش يتقالوا. عن نفسي انايا صراحه كنت درت واحد الغلط. ثاني حاجه هو بالنسبه للمراه كتولي عاوتاني كتخلص، كيولي المهم بزاف ديال النقاط الصراحه، مش من باش نكونوا واقعيين، بالنسبه لعاوتاني بالنسبه للخلاص زعما كتولي المرأة تخلص، كيولي عاوتاني هي كتولي مسؤولة من واحد الجوايه وحدين اخرين. مهم بزاف ديال المهم انا كنقول لكم زعما كنقربكم من الصورة، علاش زعما كيولي وقعوا مشاكل، علاش هادي الراجل كيولي يقول لك لا ما ديريش هادي، لا ديري هادي، لا كنتي عاوتاني كتولي متعلقة بواحد الناس اللي عاوتاني هما كيطلبوا منك بزاف ديال الحاجات، ديري لنا هادي، فهمتوني. انا ما تنعرفش نشرح، ولكن انا تنقربكم اي شويه من الصوره وصافي باش تعرفوا علاش قلت لكم في الاول هكاك. وانا كنهضر لكم على تجربتي الشخصيه، انا ما يقدروا ماشي كلشي بحال هكا، الله اعلم. انا كنهضر لكم على تجربتي الشخصيه وصافي، فاش دخلت للسوشيال ميديا، وخا حنا انا من الاول فاش رجعنا المره الثانيه راه صافي، راه زعما كنت في السوشيال ميديا نيشان في المره الاولى، وخا صراحه ما كنا لا في السوشيال ميديا ولا في حتى شي حاجه في الزواج زعما الاول، ما كنا لا في السوشيال ميديا ولا في والو، كانوا مشاكل غير هما ما كيكونوش بحال هكايا. دابا ملي كيكونوا مشاكل وكتكوني في السوشيال ميديا ولا مشيتي حتى قلتيهم، كيولي عليك واحد الضغط، كتولي بستريسيا ومضغوطه وفي شكل، ويقدر المتتبعين ديالك ما يفهموكش، المهم كيتولي في واحد الدوامه في شكل بزاف. والله انا بديت نتفكر بزاف ديال الحوايج دازوا عليا، وهذا ما تنقول درت غلط والله العظيم. فهذه يقدر هذه وجهه النظر ديالي بوحدي، يقدر ناس وحدين اخرين اللي راهم في السوشيال ميديا وداك الشيء يقدر ما يكونش زعما عندهم كاع هذا الشيء هذا. فانا كنقول لكم عن تجربتي الشخصيه وصافي، وكنوضح لكم علاش قلت ديك الهضره في الاول وصافي. فهذا الشيء اللي كاين، يعني فاش رجعنا المره الثانيه وداك الشيء كانوا واحد شويه ديال المشاكل بسبب السوشيال ميديا، هاد الشيء اللي كاين. يعني ما كانوش في الاول في الزواج الاول، وكانوا في الزواج الثاني، يعني فاش رجعنا وداك الشيء كانوا واحد المشاكل اللي متغيرين بزاف على 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 الاول. يعني الاول ما كانت لا سوشيال ميديا لا والو، كانوا مشاكل في شكل، وفي الثاني فاش ولات السوشيال ميديا عاوتاني ولاو مشاكل في شكل، يعني ماشي نفس المشاكل، ماشي نفس الشيء، فهمتوني. فهادشي اللي كاين، قربتكم من الصوره صافي. وبالنسبه للمشكل والاسئله اللي كيجيوني على اختي وداكشي، فهي تقدر اختي تجاوبكم، وتقدر المهم الراي كيبقى ليا ماشي ليا انا، لحقاش انا ما نقدرش. بالنسبه اللي كيسولوني على ماما وتيقولوا لي فاطمه زهراء ما بقيناش كنشوفك مع عائلتك، واش بيناتكم شي مشكل، شنو واقع دابا من جهه المشكل هذا، شكك الناس بزاف بحيث ما بقيت زعما تنصور مع دارنا وداك الشيء، شككهم بانه واش دار انه بيني وبين ماما شي حاجه، ولا خوتي ولا بابا، ولا ما كاين حتى شي حاجه البنات، غير هو شنو سميتو، ما بقيتش العلاقه ديال العائليه ديالي صافي، وتبعدات على اليوتيوب وصافي.
هادشي اللي كاين، وانا اصلا انا كتغدرت صافي هادشي اللي كاين. اما هو العلاقه ديالي باقا زوينه مع والديا، باقي كلشي هو هذاك، باقي كلشي مزيان الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل، باقي كلشي في امان الله وحفظه، ما كاين حتى مشكل الحمد لله. وحتى زعما بيني وبين العائله ديال الزوج ديالي كيسولوني العائله ديال الزوج ديالك وداكشي، طوب العلاقه مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، اللهم لك الحمد. فشوفوا غير هادي باش تكون العلاقه ديالك مزيانه مع عائله الزوج ديالك، العلاقه ديالك مزيانه مع الزوج ديالك، واخا كيوقعوا مشاكل مع الزوج ديالك، نقاشات هذا وهذا، ماشي شي حاجه كتفوتيهم. غير هادي بالذات تقدري تقولي هي اكبر نعمه، والله هو النعمه ديال الهنا وراحه البال، وكتكوني الحمد لله مرتاحه من هذه الناحيه. انا كان عندي مشكل شحال هذه من هذه الناحيه هذه، كنت ولكن نقول لكم واحد الحاجه الصراحه، وحق الله هذه نقولها لكم بصراحه ونيشان، انا كنت طايشه، عقلي طاير، كنت كنبقى مشكل بسيط نقدر نبقى نتفقص عليه، ونبدا مع شنو وقع ليا، ونبدا نحللو ندير حل للمناقيش، ما شنقول لكم واحد العقل كان عندي ما عرفتوش، ما بغاش يتفهم ليا، دابا بغيت نفهمه ما فهمتوش. والله البنات، بنادم الا بغيتي تعيشي مرتاحه غمضي عينيك على بزاف ديال الحاجات، ماشي ما كنقولش لك غمضي عينيك على شي حوايج كبار، شي حوايج اللي تافهين يقدروا يديروا لك مشاكل، هما يكونوا بساط يقدروا يديروا لك مشاكل كبار، هذوك غمضي عينيك وزيدي، ما بلا ما تحاولي ديري منهم مشكل، ولا تكبري المشكل، ولا تقي علاش وكيفاش وانا 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 ما، ولا تقي تشوفي بنادم بحال دابا واحد اخرى كتشوفيها راجلها كيكسيها، راجلها كيشري لها، وتبقاي تقولي لا وعلاش انا وراجلي ما كيديرش ليا، ولا عيشي بداكشي اللي قسم لك الله، وكوني قانعه ربي غادي يعطيك الفرحه. اما باش نبقاو نشوفوا في اللي اعلى منا ونبقاو نقولوا لا وتا انا خصني وتا انا وتا انا، تبقاي ديما متعوبه، ما غاديش ترتاحي كاع نهائيا. فالهنا وراحه البال هما كلشي صراحه. شفت راسي طولت معكم في الفيديو والله، ولكن الصراحه والله تنهضر معكم من القلب البنات، وفي اي فيديو كنبغي بحال هكا نتقرب منكم اكثر بالنسبه لهاد بهاد المواضيع هاد، والله الا كنبغي نتقرب منكم اكثر ونعطيكم زعما داكشي اللي انا دوزته، ماشي كنعطيكم نصيحه، ولا انا زعما ما ماشي من النوع اللي تنبقى نعطي في النصائح ونبدا نفرض على بنادم شنو خصو يدير، لا خصك دير هادي، خصك ما ديرش هادي، لا علاش درتي هادي، لا انا اختي ماشي من داك النوع، كل واحد حر في حياته، كل واحد يدير اللي بغى. انا كنعطيكم غير وجهه النظر ديالي على شي حوايج بحال هكا، على شي حوايج دوزتهم انا كنقول لكم زعما وجهه النظر ديالي فيهم وصافي، ماشي نصيحه ونفرض عليك ونقول لك لا ديري ولا نداكي ولاش ما درتيش هادي ونبدا نعايرك، لا اختي انا ما انا بعيده على داك الشيء كاع، كل واحد حر في حياته، كل واحد يدير اللي بغى. فا اختي انا ماشي كننصح، انايا كنقول لك وجهه النظر ديالي وصافي، وصافي البنات بعدا هو هذه هي الحاجه اللي نوصيكم عليها، هي راحه البال. الا كانت عندك راحه البال وعندك كل شيء، هذيك هي النعمه الكبيره والله العظيم. راه كتلقيها راجلها خدام غير بدراعو وهذا، وكتلقيها فرحانه وباخر وناشطه مع وليداتها وحمد ربي وشكرا، علاش؟ حيتاش قانعه، والله العظيم القناعه راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. وصافي البنات، المهم هذا هو الغلط اللي انا كنت كندير، ماشي غلط، كنت كندير اغلاط هما الصراحه، بالنسبه لشحال هذه كنت كندير اغلاط، منهم هذا اللي قلت لك كنبقى نهبش على المشكل ونبقى نقول لا وعلاش وكيفاش، ومدا كما قلت لكم ندير، كان عندي بزاف محلل وناقش. والله البنات حق الله مالك سكاك، وصراحه كنت كندير اغلاط. دابا بنادم ملي كيدوز من دوك المشاكل وكينضج في عقله كيبقى يقول واش انا كنت كندير دوك الاغلاط، اويلي فين كان عقلي، والله الا فاش كتبقاي تقولي واش انا درت دوك الاغلاط، واش انا عارفه راسك راه وصلتي لواحد المرحله ديال النضج، صافي والله دابا ما بقيتش كنتسوق لبزاف ديال الحوايج، ما بقيتش كنتسوق ليهم، وانا عايشه مرتاحه مالي اختي، بقى اي حاجه نتفقص عليها، اللي كانت مرحبا اللي ما كانتش مرحبا، انا كما قلت لكم غير الضرب والخيانه والغدار وداكشي ما عنديش معاه، داكشي ما نقدرش ندوزو. اما بالنسبه لشي حوايج تافهين قلتي لي ما قلت لكش علاش درتي هادي ما درتيش هادي، هادي صافي داكشي دايز، وكيف ما قلت لكم انا ومراد ما كنتلاقاوش بزاف زعما في هذا الشيء، هذا ما تلاقاوش في الدار باش نبقى باش يكون بيناتنا هذا الشيء، زعما هو بحكم الخدمه ديالو كيغبر بزاف، صافي عايشه بخير مرتاحه مع راساتي، ومني كيجي كيدوز دوك الايام وهذا راه كيدوزوا على خير وبخير، وخا يوقعوا كاع نقاشات وهذا ما كديهاش في الحال صافي، وسواء عاوتاني ما كديهاش في الحال، وحنا مكملين الحياه، حقاش الا بقينا عاوتاني مزيرين مع راساتنا ومزيرين مع
والله الا غادي كنضروا راسنا، والله العظيم الا كنضروا راسنا بزاف وتنتهلكوا في صحتنا. هذا هو اختي، صحتك هي كل شيء، صحتك هي اهم حاجه. شوف هذا التغيير كنلاحظوا فيا حتى مراد قال لي وليتي كالم وما بقيتيش مبقيتيش نكاره ومبقيتيش عادي ومبقيتيش عليك كنت زعيمه ومبقيتيش نكار. والله الا كاين تغيير، يقدر يكون تغيير من المراه هو اللي كيغير الراجل. ما نعرف انا منين تغيرت انا لاحظت حتى هو تغيير، ولا ما عرفتش علاش، والله ما عرفت شي حاجه في الشكل والله العظيم. يعني منين انا صافي ما بقيتش كندير بزاف ديال الحاجات وما بقيتش هذا، هو ما بقاش كيركز على كل شيء وما بقاش كينقر على كل شيء، واي حاجه يقدر فهمتوني اي حاجه يقدر يدير معايا ليها مشكل وهذا. فحتى هو والله كان فدي هي اهم حاجه في العلاقه الزوجيه، هو التفاهم، هو الصبر، هو ما ديريش مشكل من اقل حاجه. مشكل اللي كان يستاهل من حقك، ولكن ماشي بالغوات والصداع والمشاكل، بالهداوة. فهذا الشيء اللي كان مهم، هذا الشيء باش وليت انا كنمشي الحمد لله، وهذه طريقه مزيانه بزاف اللي خلاتني نكون مرتاحه والله العظيم. دابا مرتاحه والله العظيم، كنشوف راسي غدا في الطريق الصحيح، ماشي غدا في شيء. فاش كتشوفي راسك مرتاحه كتشوفي راسك غدا في علاقتك الزوجيه مزيان وهذا، صافي ديك الساعه كتحسي براسك بانك غدا في الطريق الصحيح، ماشي غدا في شي طريق اللي غلط. ايوا صافي البنات، المهم هذه هي اهم حاجه. الحمد لله وسمحوا لي صراحه طولت عليكم، وشكرا بزاف للبنات اللي وصلوا لهذه المرحله ديال من الفيديو، نتوما متتبعين اوفياء. بالنسبه للبنات اللي وصلوا حتى لهذه اللقطه ديال الفيديو، نتوما متتبعين اوفياء ديال بصح. لاقاش صراحه راه طولت الفيديو، كثرت الهضره وداك الشيء، بقيت كنهضر وداك الشيء، صراحه طوال الفيديو وداك الشيء. فصراحه اول حاجه بعدا درتها هي انني غادي نزعم بدا نصوق وداك الشيء، نحيد مني الخلعه. ثاني حاجه راه خصني نحيد مني الخلعه تاع ديال سناني، حتى كنبدا فيهم وكنولي عاوتاني يجيني ديك الخلعه وكنولي نوقف. اصلا انا عندي بزاف ديال الخلعات والله العظيم، حتى كنبدا فيهم وكنولي عاوتاني ما عرفتش علاش عندي الخلعه بزاف من ناحيه ديال السنان، والله ما عرفت. غير كنمشي كيبدا ليا في سناني وداك الشيء، فمي كتنفخ ليا شويه وهذا، صافي ما كنبقاش عامله رجع المره الثانيه، وهذا كنضيع كلشي داكشي اللي درت من قبل، والله هذا هو اكبر غلط كندير. فصافي البنات، مهم هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي نقضي داكشي اللي مازال خاصني، كاع الاغراض اللي مازال خاصني خاصني نمشي نديرهم. خاصني نمشي ناخذ واحد البيجاما مازال عاجبني الصراحه بزاف، حتى هي الا خديتها دابا نبارطاجيها معكم في شي فيديو، في الفيديو الجاي نقدر نبارطاجيها معكم. خاصة صراحه الفيديو الجاي غادي يكون شي حاجه اللي حسن، يكون فيه داك الشيء ديال اختي التكاشطو ونزيدو مزيان ونديرو شي مكياج زوين، صراحه نصايب غير راسي. ايوا المهم البنات صافي، هادشي اللي صراحه مازال ناقصني، مازال ناقصني بيجاما خاصني ناخدها وصافي. المهم نلبسها وداك الشيء، عارفه راسي شنو غادي نلبس وعارفه راسي كلشي، حتى المكياج شفت المكياج اللي غادي ندير وداك الشيء. كتشوفي هكا الصور ديال الماكياج اللي غادي يجي معاك وهذا، وتبداي تحاولي ديري بحالو داك الشيء وصافي. هذاك الشيء اللي درت وصافي، المهم درنا نشوفو في الاخر كيفاش غادي نطلعو، واش غنطلعو زوين ولا نطلعو كنقلعو. الصراحه انا ما صراناش الماكياج بزاف، ماكياج خفيف كنديرو، ماكياج خفيف ماسكارا فاغاجو فون دو طون داك الشيء تنديرهم، ولكن ماكياج ثقيل قليل في كاس تقليه الصراحه. الله دابا غادي نزعم واحد الزعامه عوجة والله العظيم، غنزعم زعمه عوجه الصراحه، بغيت ندير حتى الشفاره نديرو من راسي. المهم داكشي كامل اللي غادي ندير غادي نبارطاجيه معاكم، يا ربي غير نبارطاجيه معاكم. من النهار اللي تنقول لكم غنبارطاجيه معاكم ما كنبارطاجي والو، يلا دابا شنو ديروا ليا؟ والله الا تنقول غنبارطاجي معاكم كصدق ما دايره حتى شي حاجه وما حاطه حتى شي حاجه، مشكله والله. يمكن دابا غديروا فيا النفس باش نحط لكم الفيديو، الصراحه والله حتى كيعجبوني بحال هاد الفيديوهات ديال النشاط والضحك والمكياج داكشي اللي كتعتني براسك، وكيحمقوني بحال هاد الفيديوهات والله العظيم. فصافي البنات، المهم بالسلام عليكم، كنبغيكم بزاف، سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم الفيديو، ولكن غير حبا زعما، والله الا غير حبا فيكم، وغير زعما حيت كنبغي نهضر معاكم وصافي والله العظيم. وصافي البنات، المهم بالسلام عليكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون احسن من هذا، وكنتمنى نحط الفيديو الجاي وكنتمنى غادي نديرو ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا ربي، وما غاديش نغبر عاوتاني. يلا بالسلام عليكم، كنبغيكم بزاف.